قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. فمن جانبها طهران أكدت أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية ملف حقوق الإنسان نابعة من اختلاف القيم، لكنها أكدت أن ذلك يجب ألا يتسبب بوقف الحوار مع أوروبا. في تطور هو الأحدث في أزمة حقوق الإنسان بإيران، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على الدولة الأسيوية لمدة عام بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك على أن تشمل العقوبات تجميد أصول ووضع قيود على السفر تستهدف أشخاصا وكيانات، كما تشمل العقوبات حظر تصدير معدات قد تستخدم في القمع الداخلي وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات. إيران اعتبرت أن العقوبات التي يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي على خلفية ملف حقوق الإنسان نابعة من اختلاف القيم، لكنها أكدت أن ذلك يجب ألا يتسبب بوقف الحوار مع أوروبا. وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن الحوار المستمر منذ مدة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يتواصل وأن يركز على القواسم المشتركة ضمن أجواء بناءة من النوايا الحسنة. إيران وعلى مدار أعوام خلت خضعت لعقوبات فردية واقتصادية عدة بسبب قمعها للاحتجاجات والحركات التحريرية طارة، وبسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل طارة أخرى، ولكن تم رفع بعضها في يناير 2016 بعد 6 أشهر من إبرام اتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي. محللون يؤكدون أن الخطة الأوروبية الأخيرة من جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنما تسعى للحيلولة دون تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي بحلول 12 مايو المقبل.